قبل ما نروح لأول فقراتنا في برنامج الأشبال، بنبارك طبعا للنادي الأهلي على المباراة الكبيرة اللي لعبها لاعبي النادي الأهلي أمام الوداد المغربي. الحمد لله ربنا كرمنا هناك بنتيجة مطمئنة 2-0، ولكن لسه النادي الأهلي ما حسمش عملية الصعود بشكل رسمي. المباراة اللي هتكون إن شاء الله مباراة العودة في استاد القاهرة يوم الجمعة يوم 23 هتكون مباراة صعبة جدا، ودي رسالتي لاعبي النادي الأهلي والجهاز الفني، لازم نستعد استعداد قوي زي ما استعدينا للشوط الأول في المغرب، لازم استعداد قوي، وأتمنى يكون في معسكر مغلق قبل المباراة يومين كمان من الجهاز الفني علشان يكون في تركيز كبير للعيبة. لازم نشيد بلاعبي النادي الأهلي في الشوط الأول والجهاز الفني، كان في تركيز وكان في إصرار وكان في عزيمة وكان في روح الفانيلا الحمراء، علشان كده شفنا الشكل الكبير اللي ظهر بيه النادي الأهلي هناك. لكن الحاجة اللي عجبتني أكتر من ده كله إن النهاردة النادي الأهلي كان طبعا الحكم موجه في بعض الكرات، شفناه في كرة محمد الشناوي في ركلة الجزاء، وكمان في الإنذار اللي كان مكتف بيه ديانج في وسط الملعب. النهاردة تعامل لاعبي النادي الأهلي مع عنصر التحكيم، وخاصة احنا عارفين التحكيم في أفريقيا بيوجه مباراة ويغير سيناريو مباريات كتير، لكن إصرار لاعبي النادي الأهلي تركيزهم خلال 90 دقيقة على إزاي إن أنا أحسب الأمور بإيدي أنا، ده كان شيء مهم جدا. لازم أشيد بلاعبي النادي الأهلي، لازم أشيد بمحمد الشناوي وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وهاني وعلي معلول، لازم النهاردة بديانج وحمدي فتحي، وأنا حابب أقول اللعيبة علشان هم زي ما احنا النهاردة اللعيبة بتفرحنا كجمهور وبتطلع أقصى جهد عندها، لازم نشيد بيهم. بس مش عايز أنسى حتة المباراة القادمة، المباراة القادمة ومباراة صعبة، فريق الوداد فريق هيجي لك مصر مش باكي على حاجة بلغة الكورة، النهاردة فريق خسران على ملعبه 2، النهاردة هيجي ويهاجمك في مصر، لازم يكون عندي استعداد ذهني وتحضير كبير من اللعيبة. مش عايزين نبص للمباراة النهائية واحنا لسه عندنا مباراة هي الأهم وهي الأصعب، هي مباراة الوداد. وأيضا عايز أقول رسالة مهمة لعيب الأهلي، النادي الأهلي ما بيفرحش بمكسب مباراة، النادي الأهلي ما بيكسبش بالصعود للدور الثاني، النادي الأهلي ما بيفرحش غير في حالة واحدة بس، لما بنرفع الكاس، ده اللي احنا اتعودنا عليه وده اللي احنا اتربينا عليه في النادي الأهلي. احنا لسه في نهاية السبق وفي نهاية المشوار، يستلزم من اللعيبة كلها لازم التركيز، لازم الإصرار، لازم الإخلاص، لازم إنكار الذات. عجبني كمان الدكة من بره، كابتن وليد سليمان، محمود كهربا، علي لطفي، مصطفى شوبير، أحمد فتحي، كل اللاعبين اللي كانوا خارج يعني التشكيلة الرئيسية أو ما شاركوش في المباراة، روحهم وإصرارهم، روح الجماعية، هو ده دايما اللي بيميز النادي الأهلي، هو ده اللي بيجيب البطولة، دايما الدكة قبل الناس اللي في الملعب، قبل الناس اللي بتشارك أساسية، هو ده دايما اللي بيجيب المكسب في النادي الأهلي، وهو ده اللي بيجيب البطولات. علشان كده بفكر لعيب النادي الأهلي كل ما يكون في نهاية المشوار أو السبق بيقرب، لازم إخلاص أكتر، ولازم إنكار للذات أكتر، ولازم أنا كلاعب كرة حياتي الشخصية خارج الملعب أهتم بيها أكتر. النهاردة لا قدر الله تحمل المسؤولية دي مهم جدا، النهاردة لا قدر الله لو عيب أصيب بكورونا بيفرق أنا معايا كنادي وكفريق، فلازم النهاردة عليا مسؤولية كبيرة جدا خارج الملعب قبل داخل الملعب، وكل إن شاء الله دعواتنا وأمنياتنا كجمهور النادي الأهلي للاعبي النادي الأهلي بالتوفيق خلال الفترة الجاية.